اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذه الحلقه من ماينشيت ونحن ننتظر وصول بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس إلى منطقة المعادي للقاء الطوائف المسيحية المختلفة. هذه الزيارة يعني كان لها صدى كبير جدا في الصحف العالمية والعربية أيضا. وكانت أكي الإيطالية في عنوانها السيسي لبابا الفاتيكان، مسيحي مصر جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، في التفاصيل في هذا الخبر أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في استقباله بابا الفاتيكان البابا فرانسيس إلا أن المصريين المسيحيين هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري وأن الدولة تتعامل مع أبناء مصر على أساس المواطنة والحقوق الدستورية والقانونية وترسيخ ثقافة المساواة والانتماء الوطني الأمر الذي حصن مصر بنسيج اجتماعي متين تمكنت من خلاله من دحر قوى التطرف والظلم المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على إيسو صرح أن الرئيس أعرب عن التقدير لشخص البابا وأيضا لمواقفه الدولية المستندة إلى القيم وإلى المبادئ الروحية والإنسانية مشيدا ايضا في نفس الوقت بحرصه على اتمام هذه الزياره الهامه التي ترسل عده رسائل عميقه الدلاله في وقت عصيب يمر به كل العالم. عبر الرئيس عن اعتزازه باللقاء الذي عقده مع البابا في الفاتيكان في شهر نوفمبر من عام 2014 الذي سمح بالتعرف على شخصيته المتميزه وايضا معربا عن التقدير لدعم قداسه البابا لمصر. وذكر مصر باستمرار في صلواته ودعواته وفق المتحدث الرئاسي اضف ايضا ان قداسه البابا اعرب عن سعادته بزياره مصر واشار الى المساهمه القيمه لمصر في تاريخ البشريه وايضا سعيها لتحقيق السلام اكد قداسه البابا على اهميه الدور الذي تقوم به مصر في منطقه الشرق الاوسط ومثمنا جهودها من اجل التوصل لتسويات للمشاكل الملحه والمعقده التي تتعرض لها المنطقه والتي تسببت هذه المشاكل في معاناه انسانيه كبيره لكل البشر أشار بابا أيضاً إلى دعمه إلى جهود مصر في وقف العنف والإرهاب فضلاً عن تحقيق التنمية وأشاد بالجهود التي تبذلها مصر للوصول للسلام والازدهار اختتم بالقول تبادل الجانبان في ختام اللقاءات الميداليات التذكارية حيث قدم قداسة البابا ميدالية تذكارية أصدرها الفاتيكان بمناسبة الزيارة إلى مصر تم فيها إبراز لجوء العائلة المقدسة إلى مصر بينما قدم الرئيس لوحة تذكارية تمثل احتفاء مصر بالعائلة المقدسة على أرضها ايضا صحيفه ايطاليه اخرى هي صحيفه لا ريبوبليكا في عناوينها او في هذا العنوان البابا فرانسيس في الازهر الاسلام ليس ارهابا في تفاصيل هذا الخبر بعد زيارة البابا فرانسيس احتضن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد طيب البابا حيث استقبله استقبالا حارا هذه المرة الأولى التي تقوم في يقوم فيها البابا بزيارة للأزهر حيث أذابت زيارته إلى مصر الجليد ما بين الجانبين الصحيفه اشادت الى ان لقاء البابا بشيخ الازهر سيحسن العلاقات ما بين الفاتيكان والازهر البابا قال ايضا في هذا الاطار انه لا بد من رفض البربريه التي تدعو للعنف ويجب تنشئه الاجيال التي تستجيب للمنطق وزياده الخير وكد في كلمته في مؤتمر الازهر العالمي للسلام ان الشباب مثل الاشجار ينمون ويتعاونون مع الآخر ويتمكنون في نفس الوقت أيضا من تغيير الهواء الملوث بالكراهية إلى الأكسجين النقي للأخوة وقال إننا مدعوون مسيحيون ومسلمون على المساهمة في هذا الأمر وتابع يمكن أن نسمي أنفسنا اخوه واخوات لاننا بدون اله نكون كسماء بلا شمس وندعو الله ان تشرق هذه الشمس شمس اخوه جديده على هذه الارض التي تمثل مهد الحضاره والسلام يقصد بهذه الارض مصر اضاف ايضا البابا انه لابد من مواجهه العنف الذي يستغل الدين الاسلامي فالدين الاسلامي ليس دين ارهاب ولا عنف لذا لابد من تعزيز السلام والاستقرار والعمل على ازاله الفقر والاستغلال. حيث ان التطرف يضرب بجذوره بسهوله ولمنع ايضا تدفق الاموال والاسلحه الى اولئك الذين يستخدمون العنف فمن الضروري كما قال البابا وقف انتشار الاسلحه فلا تحريض للعنف، يعني بمعنى أن الفقر يؤدي إلى العنف والعنف مع الأسلحة يؤدي إلى مزيد من الدماء ومزيد من التطرف والتشدد صحيفة إيطالية أيضا تناولت هذا الموضوع وهي صحيفة لاستانبا في عنوانها البابا فرانسيس في مهمة إلى مصر لاستئناف الحوار مع الإسلام قالت في هذه اللحظات أو في هذا الخبر إصرار البابا فرانسيس على عدم استخدام مركبات المصفحة له دليل وهو أنه يريد أن يقول لا للإرهاب الأصولي الذي يسيء استغلال اسم الله لتبرير الكراهية والعنف حيث تستغرق الزيارة للقاهرة يومين وتقول في نفس الوقت وزيرة الخارجية بيترو بارولين يعتقد الكثيرون بعد الهجمات الدامية والوحشية التي هزت مصر أن البابا قد يلغي رحلته. لكنه لم يفكر في القيام بذلك لمجرد أنه يريد أن يكون حاضرا حيث توجد حالات العنف ويريد أن يكون رسول سلام حيث هناك حاجة إلى مزيد من السلام صحيفة كورياري تي لاسيرا الإيطالية أيضا كان لها هذا العنوان البابا فرانسيس في مصر تحدي وحوار ضد التعصب في التفاصيل الصحيفة قالت أن مصر تستقبل بابا الفاتيكان بلوحات كبيرة بصورة للبابا وشعار الزيارة بابا السلام في مصر السلام باللغتين العربية والإنجليزية فتلك الزيارة حاسمة تحمل استراتيجية الحوار فهي عناق لعزاء وتشجيع لجميع مسيحي الشرق الأوسط ورسالة الأخوة والمصالحة لأبناء إبراهيم خاصة في العالم الإسلامي الصحيفة أكدت في هذا التقرير الذي نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني أن رسالة البابا قوية لنشر السلام ليس في مصر فقط بل في العالم ككل فتلك الزيارة هي محط أنظار العالم إلى أن الزيارة أيضا أثبتت للعالم أن مصر مستقرة وأن هناك من يخرب العلاقات ما بين المسيحيين والمسلمين والحكومة في مصر، كما أنها دفعة قوية لقطاع السياحة ولها تأثير قوي على الإرهاب حيث تمثل تحديا كبيرا للجماعات الإرهابية في المنطقة. وكدت أن توقيت الزيارة مناسب للغاية ففي المقام الأول هو توقيت مهم بشأن العلاقة ما بين مصر والفاتيكان والأزهر والكنيسة الكاثوليكية وتتزامن أيضا مع الظروف التي يمر بها العالم من أحداث إرهابية عديدة بعد تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية ودير سانت كاترين فرسالة البابا تعمل على إنهاء المشاعر السلبية التي يحاول الكثير ترويجها ويستغلها الإرهاب الصحيفة أضافت أيضا أن زيارة البابا إلى القاهرة تعتبر أضخم حملة دعائية للسياحة في مصر خاصة السياحة الدينية طبعا هنا الحديث حول رحلة العائلة المقدسة وكيف يمكن أن تستغل هذه الزيارة في الترويج للمناطق الأثرية للعائلة المقدسة التي جاءت فيها عائلة السيد المسيح عليه السلام إلى مصر وبالتالي تسوقها على المستوى العالمي صحيفه الاتحاد الاماراتيه ايضا تحدثت عن هذه الزياره مقال الكاتب محمد الحمادي بعنوان رساله سلام من البابا والامام يقول الكاتب ان هذه الزياره ليست الاخوه المسيحين في مصر وانما هي لدوله مصر اقباطا ومسلمين في الوقت نفسه يقول ايضا ان هذه الزياره وهذا اللقاء ما بين قطبي اكبر دين دينين سماويين ليس لقاء مجاملات او حضورا بروتوكوليا وانما هو لقاء من اجل الخير والسلام ومن اجل حمايه هذا الكوكب من الاشرار والمخربين ومن الارهابيين والساعين الى الفتن انه لقاء من أجل قطع الطريق أمام كل من يعمل على توسيع الفجوة بين الطرفين واستغلال الاختلافات لجعلها خلافات كبيرة وتحويلها إلى مواجهة ما بين دينين وصراع ما بين حضارتين اليوم وبعد ثمانية قرون نعيش فرصة تاريخية مهمة للتقارب وفي ظروف يعاني فيها الطرفان الإسلامي والمسيحي تحديات كثيرة وايضا من منظرين اراد الارهاب ان يكون هناك صراع حضارات ما بين الشرق والغرب، واختاروا الدين كاداه وسبب لهذا الصراع. واصبح مهما ان ياتي من يوقف هذا الصراع ويحوله بالحوار الى تعايش وتكامل، فاقرب الاديان الى بعضهما هما الاسلام والمسيحيه، لذا يجب ان نقطع جميع الطرق امام المتطرفين من الطرفين ونوقف خطط الفتنه والشقاق ونحن كمسلمين كما قال الكاتب يجب ان نبذل جهدا مضاعفا بعد ان اصبحنا نعاني من الجماعات الارهابيه الاجراميه التي تتعدى على الدين فتدعي انها تطبق الشريعه فتقتل المسلم وتقتل غير المسلم ليس لشيء غير اشباع شهوه القتل والتخريب لدى هذه الجماعات يعني هذا القتل سواء كان للمسلمين والمسيحيين في نفس الوقت لا يقتصر على طائفه بعينها ليس الا اشباعا لشهوه العنف والتطرف والتشدد الصحف الامريكيه ماذا قالت في هذا الموضوع صحيفه نيويورك تايمز في عنوانها البابا فرانسيس في مصر يلقي رساله حاده عن العنف والدين ايضا في التفاصيل وصل البابا اليوم الجمعة اللي هو أمس يعني للعالم الإسلامي أوصل رسالة إليه أطلق من خلالها رسالة الباباوية إلى مصر يعني يحذر من الإرهاب والعنف ويدعو الى انهائهما بلغه الدين، وقال البابا في مؤتمر السلام الذي نظمه مسجد وجامع الازهر وهو واحد من اكثر المراكز تاثيرا في التعليم الاسلامي السني كقادة دينيين ندعو بالتالي الى الكشف عن العنف الذي يتنكر على انه حرمه مزعومه، اضاف اننا ملزمون بانكار انتهاكات الكرامه الانسانيه وحقوق الانسان ولكشف محاولات تبرير كل شكل من اشكال الكراهيه باسم الدين وادانه هذه المحاولات هذا بحسب صحيفه نيويورك تايمز الامريكيه بعد فاصل نعود ونلتقي لكي نستكمل اصداء هذه الزياره للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان الى مصر أهلا بكم من جديد نعود ونلتقي مرة أخرى معكم لكي نستكمل معكم الحوار في برنامج مانشيت حول ما تقوله الصحف الصادرة في العالم حول زيارة البابا فرانسيس إن إن في عنوانها خلاف بين الكاثوليك والأرثوذكس لونهية وادروس وفرانسيس في التفاصيل وقع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وبابا تودروس الثاني بابا الاسكندريه في عضته بالقداس الالهي في استاد الدفاع الجوي في القاهره السبت اليوم ان التطرف الوحيد الذي يجوز للمؤمنين هو تطرف الحب، اضاف البابا الذي استهل كلمته بالسلام عليكم بالعربيه: الايمان الحقيقي هو الذي ينعش القلوب ويدفعها الى محبه الجميع دون مقابل وهو الذي يجعلنا نحمي حقوق الاخرين بنفس القوه التي ندافع بها عن حقوقنا ويجعلنا ايضا نقف بجوار اليتيم والجريح والمتالم لتقديم العون لكل منهم، طبعا البابا معروف انه بابا للاجئين والفقراء تابع البابا الايمان الحقيقي هو الذي يجعلنا اكثر محبه وان الله لا يرضى الا عن ايمان يعبر عن الحياه وان التطرف الوحيد الذي يجوز للمؤمن هو تطرف الحب. لا تخافوا من ان تحبوا جميع الاصدقاء والاعداء وفي المحبه التي نعيشها تكمن القوه وفيها كنز للمؤمن مضيفا ليبارككم الله وليبارك مصر الحبيبه. وقد صلّى البابا لضحايا العنف والإرهاب في العالم وفي مصر وللمهجرين واللاجئين بسبب الحروب كما بارك أيضا زواج عروسين كان ضمن الحضور في الاستاد الذي شهد في هذا الصباح حشودا من أكثر من خمسة وعشرين ألف شخص طبعا رسالة المحبة هي رسالة المسيح عليه السلام الله محبة آه سر المعبودية آه سي ان ان تتحدث عنه خلاف بين آه المعمودية آه بين الكاثوليك والارثوذكس هي توادروس وفرانسيس آه طبعا يعني آه وقع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والبابا طودروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرادة المرقسيه وثقه لانهاء الخلاف ما بين الكنيستين الارثوذكسيه والكاثوليكيه حول اعاده ما يسمى بسر المعموديه وذلك خلال اجتماع مغلق عقد مساء يوم الجمعه في الكنيسه البطرسيه التي استهدفها تفجير في شهر ديسمبر واسفر عن مقتل نحو 30 شخصا نشر سكرتير المجمع المقدس الأنبا رفائيل علي صفحته الرسمية علي موقع فيسبوك نص البيان الموقع الذي جاء فيه: طاعة لعمل الروح القدس الذي يقدس الكنيسة ويحفظها عبر العصور ويقودها لتبلغ الوحدة الكاملة التي صلى المسيح من أجلها نحن اليوم البابا فرانسيس والبابا تودروس الثاني كي نسعد قلب ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وقلوب أبنائنا في الإيمان نسعى جاهدين بضمير صالح نحو عدم إعادة سر المعمودية الممارس في كنيستينا للشخص الذي يريد الانضمام للكنيسة الأخرى بحسب تعاليم الكتاب المقدس وإيمان المجامع المسكونية الثلاث في نيقية والقسطنطينيه وافسس نطلب من الله الاب ان يقودنا في الاوقات وبالطرق التي يريدها الروح القدس الى بلوغ الوحده التامه لجسد المسيح السري وسر المعموديه يوصف انه واحد من الاسرار السبعه المقدسه للكنيسه واقتداء بمعموديه المسيح عليه السلام في نهر الاردن ويتمثل طقسها في أن الآباء الكهنة يغطسون الأطفال لثلاث مرات بداخل إناء ممتلئ بالماء مرددين باسم الأب والابن والروح القدس يأتي ذلك بعد تلاوة الصلاة الخاصة بالمعمودية وهي تقديس الماء صلاة الشكر قانون الإيمان ثم صلاة تطهير الأم ثم الرشم بزيت الميرون المقدس بحسب ما أفادت بوابة الأهرام ماذا جاء في صحيفة الحياة حول هذا الموضوع في هذا العنوان لقاء تضامن إسلامي مسيحي في الأزهر في التفاصيل من صحيفة الحياة مثلت الزيارة الأولى للبابا فرانسيس للقاهرة رسالة لترسيخ التعايش والحوار ما بين الإسلام والمسيحية في مواجهة التطرف والإرهاب حرص البابا على قيادة صلاة على أرواح الضحايا الأقباط جرأت تفجيرات التي وقعت مؤخرا وحظية باحتفاء واسع سواء كان رسمي او ديني الزياره التي تختتم اليوم حاضر باجراءات امنيه مكثفه البابا اشاد باستقبال مصر لملايين اللاجئين مع محاوله دمجهم في المجتمع المصري وشدد على ان دور مصر لا غنى عنه في الشرق الاوسط وما بين البلدان الاخرى التي تبحث عن حلول للمشاكل الملحه ولتفادي الانحدار في دوامه عنف اكثر خطوره وعزى العنف الاعمى يعني ارجعه وغير الانساني للرغبه الجامحه في السلطه وتجاره الاسلحه والمشاكل الاجتماعيه الخطره والتطرف الديني الذي يستخدم اسم الله لارتكاب مجازر ومظالم مفزعه واكد دعمه للمساعي المصريه لمصلحه السلام في البلاد وفي خارجها ايضا بهدف الوصول للتنميه والازدهار والسلام المنشود طلب البابا ايضا بالتبرؤ من اي ايديولوجيه للشر والعنف ومن كل تفسير متطرف يرمي الى الغاء الاخر واباده التنوع من طريقه عن طريق التلاعب باسم الله والاساءه اليه. وقال انه علينا ان نعلم الاجيال الجديه، ونبه الى ان التاريخ لا يغفر لهؤلاء الذين ينادون بالعداله ويمارسون الظلم، ولن يغفر للذين يتحدثون عن المساواه. البيان الاماراتيه ايضا يعني تحدثت عن زياره البابا الى مصر في عنوان البيان الامارات تدعو الى تحقيق السلام ونشر التسامح عالميا في تفاصيل هذا الخبر دعت الامارات الى اتخاذ خطوات عمليه لتحقيق السلام ونشر قيم التسامح والتالف والتعايش والتعارف بين كل اطياف شعوب العالم وتجسيد هذا المطلب العالمي دون الاعتماد فقط على الجوانب التنظيريه وأكد بابا الفاتيكان في أول أيام زيارته التاريخية للقاهرة التي لاقت استقبالاً حافلاً أكد على دور مصر الفريد في المنطقة داعياً لها بالسلام والازدهار. الصحيفة أيضاً تقول لدى استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي له في قصر الاتحادية ثمن دعمه لجهود مصر في وقف العنف والإرهاب وأشاد بالجهود التي تبذلها مصر للوصول للازدهار والسلام. وفي كلمه له امام مؤتمر الازهر اعتبر البابا انه لن يكون هناك سلام دون تعليم حقيقي للشباب لافتا الى اهميه ان يكون هناك نوع من الحوار ما بين الدين والسياسه فالدين ليس المشكله بل هو الحل. كيف رات صحيفه الراي الكويتيه هذا الموضوع المهم في عنوانها البابا فرانسيس ما من عنف يمكن ان يرتكب باسم الله في التفاصيل. أكد بابا الفاتيكان في كلمة ألقاها في مؤتمر السلام الدولي يوم الجمعة أمس الذي نظمه الأزهر في القاهرة أن ما من عنف يمكن أن يرتكب باسم الله وقال بحسب الصحيفة في أول كلمة له في زيارته للقاهرة لنكرر مع من هذه الأرض أرض اللقاء ما بين السماء والأرض وأرض العهود ما بين البشر وما بين المؤمنين لنكرر لا قوية وواضحة لاي شكل من اشكال العنف والثار والكراهية يرتكب باسم الدين او باسم الله، ودعا البابا الى وقف تدفق الاموال والاسلحة نحو الذين يثيرون العنف، أضاف ايضا انه من المهم وقف انتشار الاسلحة التي ان تم تصنيعها وتسويقها وهذا واضح طبعا سوف يتم استخدامها عاجلا او اجلا. طبعا صداموها ليس في السلم لكن في العنف والتطرف وارتكاب مزيد من الدم، واعرب البابا عن اسفه لبروز ما يسمى بالشعبويات الغوغائيه لا تساعد بالطبع في تعزيز السلام والاستقرار، وتابع البابا: ما من تحريض على العنف يضمن السلام واي عمل احادي لا يولد عمليات بناء مشتركه انما هو في الواقع هديه لدعاه التطرف والعنف بمعنى هنا انه لابد من تكاتف ايدي الجميع. لمواجهة العنف، وأوضح أن الحوار بين الأديان أصبح ضرورة ملحة للتوصل للسلام ولمواجهة الخلافات. نقطة مهمة طبعاً هنا ركزت عليها صحيفة الراي وهو أنه لابد من شراكة فيما بين كل دول العالم وليس الرأي المنفرد لكي يتم مواجهة العنف. ننتهي معكم هذه الحلقة من منشط حول زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان